So, yes, refereeing are getting بالتأكيد الحكام زيهم زي اللاعبين أو الأندية في التحضير، في الاستعداد، في المراجعة، في الاستمرارية في التمارين، في التحضير للمباريات زي ما هو. هذه من ضمن تطوير الحكام للظهور بمستوى أفضل. لهم 3 شهور أو 4 شهور الآن تقريبا، كل شهر تقريبا بعد 3 جولات 4 جولات يتم الاجتماع بالحكام لمناقشتهم ولتطويرهم وللتأكد من جاهزيتهم للمنافسات القادمة. From the last rounds, we also repeat considerations. So first of all, we do weekly. الاجتماع هذا اللي نتكلم عنه الآن اللي هو تقريبا كل 3 4 جولات أشمل، يعني يناقشون في الحكام في معظم الحالات ويراجعون معهم طبعا الاعتبارات بالنسبة للمواد القانون، يراجعون معهم بعض الحالات اللي تقريبا تحتاج تطوير، يراجعون معهم يعني أمور كثيرة للتحضير والتلافي بعض الملاحظات في المباريات القادمة. Is as I mentioned, we are here completely. إحنا السنة هذه أو الموسم هذا قمنا بالعديد من الزيارات للأندية، والغرض الهدف منها اللي هو طبعا إيضاح بعض وجهات النظر فيما يخص بعض الحالات اللي يكون فيها مثلا آراء مختلفة أو عليها مثلا لغط أو ما هي واضحة للأندية. فحنا يقول نروح هناك على أساس أنه نوضح للجميع، الأندية جميعا، يعني 70% و80% الأمور طيبة، يعني ما في إشكالية في موضوع الزيارات. وبرضه نفس الشيء ناخذ وجهة نظر رؤساء الأندية، المدربين، يعني فيما يخص التحكيم أو الحالات أو الأمور هذه. وإحنا يقول يعني علاقتنا طيبة مع الأندية ومع رؤساء الأندية، مع الجميع، وإحنا نرحب فيهم في حتى لو يعني بيجونا زيارة في الاتحاد، الله يحييهم. بالعكس، يعني الأمور طيبة بيننا وبين الأندية، وزيارتنا لهم لغرض إيضاح بعض الأمور اللي أحيانا تكون عالقة أو ما فيها وضوح أو بتكون مثلا فيها ضبابية. For both parties. So media pressure is something normal. صحيح انه يحصل بعض احيانا بعض الهجوم او حتى يعني نتكلم عن الاعلام الصحافه، هذا فهذا شيء طبيعي ترى، يعني لكن هذا يعني شيء متعودين عليه وشيء طبيعي انه يتكلم اعلام وهذا، لكن يتكلم عن رؤساء الانديه والمسؤولين في الانديه انه يتكلم او احيانا يخرج في تصريح صحفي مباشره 5 دقائق بعد نهايه المباراه، يكون الادرينالين عنده عالي جدا ويكون يعني غاضب ويكون يعني ذا، فاحيانا يصرح تصاريح يعني غير مقبولة. فهو يقول احنا ترى على فكرة نتكلم معهم بعدها فترى ونحل الأمور ونتكلم معهم في الوضع هذا، يعني انه يعني الأشياء هذه يعني نوضح لهم وجهة نظرنا ونوضح لهم الأمور عشان تكون واضحة. We talked them later. So the strategy is quite easy. إنه ما عندنا إحنا حكم مثلا يطرد مباراة عينة أو يعتذر عن مباراة معينة، كل حكامنا جاهزين لتحكيم جميع المباريات، لكن إحنا بخبرتنا، معرفتنا، بحساسية المباريات، إحنا نحط الحكام المناسبين للمباريات المناسبة، يعني أنا حسب خبرة الحكم، في مباريات تحتاج حكام خبرة، مباريات تحتاج حكام أقل، يعني حسب المباراة وحسب حساسية المباراة، حسب وضع المباراة يتم تكليف الحكام. ما قد واجهنا أن واحد يعني يعترض على تحكيم أو حكم معين أو يطلب حكم معين، هذا غير صحيح. Director of Refereeing UEFA Roberto Rossetti, you know now we have. اجتمعنا مع سابقا مع رؤساء الأندية ووضحنا لهم إنه إذا في طلب للحكام يتم عمل الطلب قبل المباراة ب 14 يوم، هذا شيء معروف. إحنا يقول بدورنا متواصلين أو محددين مع كذا قارة اللي هي أوروبا، أمريكا الجنوبية، وآسيا في موضوع، أو أمريكا الشمالية أو أيضا يقول في موضوع اختيار أو طلب بعض الحكام. يقول أنا قبلها أتواصل مع كمثال مع المسؤول أو مدير الدائرة في الاتحاد الأوروبي روزيتي، يقول أنا أطلب مثلا أقول له من الحكام اللي الآن جاهز يعني متوفرين أنهم يقدرون يجون يحكمون عندنا، يقول لي يحدد لي حكام معينين. بعض الأحيان يقول إحنا نتفاجأ أو أنه ما يحصل أن نحصل على حكام التوب عندهم بسبب ارتباطهم في بطولات الاتحاد الأوروبي، بطولات سواء الشامبيونز ليج أو كأس الاتحاد الأوروبي أو حتى المنتخبات أو أيضا الدوريات المحلية بالنسبة للدول هذه، يقول صعبة. فيواجه أحيانا أن نواجه صعوبة في إيجاد حكام اللي احنا نبغاهم يعني أو نبحث عنهم. And also in their member association.
Saudi referees international. حكام الآن في الفترة هذه بدأوا يرجعون الحكام السعوديين في للبطولات الآسيوية، يشاركون في دوري أبطال آسيا، يشاركون في كأس الاتحاد الآسيوي. الآن أنت تعرف هذه الطريقة الصحيحة أو للوصول للمستويات الأفضل، فهذا الطريق هو الصحيح الآن، وإن شاء الله يعني نتمنى وراح نعمل بجد أو بشكل كبير على تواجد حكام إن شاء الله في كأس العالم 2026. يقول هذه إن شاء الله من الأمور اللي احنا شغالين عليها الآن، وإن شاء الله راح تشوفون حكامنا في كأس آسيا القادمة إن شاء الله، راح يكون في إن شاء الله حكام مشاركين. They want to have their own referees in their own countries. First of all, الحالات أو التلفزيونية اللي تنزل سواء موقع الاتحاد أو في اليوتيوب، يقول هذه احنا عملناها من أجل تثقيف الشارع الرياضي، من أجل إيضاح جميع الأمور اللي تخص التحكيم، سواء في الحالات، في الأشياء اللي تحصل، يعني خلينا نقول الأخطاء، يعني طبيعي كل جهة في عندها يعني نتكلم عنها، يعني في ما في شيء ما في أخطاء يعني، بس احنا نبغى نوضح للناس ان احنا يعني احنا منفتحين على الـ على الـ على الـ على, الـ على الجميع، يعني ما عندنا شيء على قولتهم يعني نخفيه عن احد او شيء، يعني احنا نبغى الناس تفهم انه احنا نبغى نطور، نبغى نشتغل، نبغى نعمل، نبغى نوضح للناس يعني انه ما عندنا يخطي الحكم طبيعي، ونوضح للناس انه هذا خطا وانه هذا صح وانه هذا للتثقيف ثقافه. فاحنا نتمنى ايضا في رسالته في الجزء الثاني انه نتمنى انه الناس اللي عندهم يعني مثلا اعتراض او خلينا نقول وجهه نظر ضد التحكيم او ضد الحكام او شيء، احنا ترى موجودين للشيء اللي يخدم المصلحه، يخدم الحكام والتحكيم. احنا نبغى بس اذا عندك وجهه نظر او شيء او كلام انك تقوله في حدود الاحترام، يعني الاحترام المتبادل. فاحنا ما عندنا مشكله، احنا الان قاعدين نسوي تجمعات ونسوي على قولتها ونعمل الدورات هذه، ونتمنى من الاعلام سواء انتم كجهة إعلامية أو قناة رياضية الحضور وتغطية مثل هالأحداث ومشاهدة الأمور. يعني إحنا عندنا سياسة الباب المفتوح، ما عندنا شيء يعني نبغى نخفي على أحد، يعني واضحة أمورنا، ونتمنى أن الجميع يقدر الشيء هذا والعمل والمجهود للمصلحة العامة، المصلحة التحكيم، مصلحة الرياضة السعودية. Yeah, this is our philosophy, open doors.